النهارده بتنورني وبتشرفني النجمه كارمن سليمان. كارمن سليمان قبل بساطتك حاجه وبعد بساطتك هنشوف كارمن بشكل مختلف تماما. كارمن منوره شبكه تلفزيون الحياه. ميرسي ربنا يخليكي. الف الف مبروك نجاح الاغنيه. الله يبارك فيكي. خليني اقول لك قبل ما اجي واقعد معاكي وقابلك واشوفها، انا لما سمعت كارمن عامله حاجه وعامله حاجه فرعوني وبتاع ما تخيلتش كده خالص. انت فاجئتينا وكل الناس اللي هتشوف الاغنيه هتفاجئ بيها. بساطتك مختلفه عن كل اعمالك اللي كانت قبل كده. اه دي حقيقة فعلا، وكانت من الحاجات اللي مخوفاني جدا ان انا اعملها علشان انا ما عملتش حاجة زي دي قبل كده خالص. الموضوع كان فيه مجازفة كبيرة جدا مني وفكرت كتير جدا، وكان فيه مرات اقول لمصطفى خلاص انا مش هعملها على فكرة، يعني لحد ما خلاص قلت انا اصلا بحب يعني الـ 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 الشكل ده وبحب اللون ده اصلا من المزيكا وبسمعه اصلا من اكتر الحاجات اللي بسمعها في المزيكا هي الـ الاشكال دي. فقلت طب ما دي انا يعني في الحقيقه انا يمكن بالظبط، ويمكن كمان الحاجات اللي عملتها قبل كده من الحاجات اللي بحبها طبعا، بس مش ده اللي انا في الاساس بسمعه. انت بتحبي تسمعي ايه يا كارمن؟ انا بحب اسمع كل الاغاني الهايبر.